بتتلبس كده ولا انا كده مش باينه يا جماعه؟ انا كده مش باينه، انا كده بتتلبس كده ولا كده؟ مش عارفه اعمل ايه والله، مش عارفه. مشاهديني ال... لا ما عليك، مشاهديني الاعزاء اهلا معاكم ساره سعيد. فيديو النهارده بيتكلم عن مشترياتي من شي ان. يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. طيب مبدئيا كده الفيديوهات اللي فاتت كلها عن شي ان، ايه ده يا حبيبي، كانت ريفيوهات حلوه وريفيوهات وحشه، يعني حظ الحلو والحظ الوحش. تمام، بشتري من شي ان بدون جمارك علشان ما بتعاملش مع شي ان مباشره، فنصيحه مني ليكم ما تتعاملوش مع الابلكيشن دايركت على طول، لا اشتروا من اي جروب علشان بتحمي نفسك من الجمارك، او هم بيتصرفوا في الجمارك عارفين هم بيعملوا ايه، لكن احنا بنتفاجئ بسعر الجمارك زي ما قلت لكم قبل كده. يعني مثلا لو الاوردر ب 1000 ممكن تلاقي جمارك ب 800 جنيه عليها عادي جدا، فانت كده كده مش هتوفري حاجه. فانت هتتعاملي مع جروب او صفحات على الفيس، شوفي انت حد ضمناه ولا لا، ولو انت عايزه تعرفي الناس اللي بتتعامل معاهم هتتفرجي على فيديو شي ان بدون جمارك في كل التفاصيل، وفي لينك الجروب تحت الفيديو على طول في صندوق الوصف، فهيساعدك ان انت تشتري من شي ان وبس كده. طيب تعالى بقى اوريكم الاوردر اللي انا اشتريته. اول حاجه اشتريت المعالق دي، المعالق دي مكتوب ريفيو عنها، طبعا بقرا الريفيوهات قبل ما بشتري، ان هي لونها ما بيغيرش، فيها هما 8 معالق مع بعض، 8 اشكال مختلفين، فدي حاجه كويسه عشان انا بمل بسرعه. والمعلقه اهي اهي، اشوف عشان ما شفتهاش اهي. تمام، بصوا حجمها يعتبر حجمها مقارب قوي من حجم المعلقه العاديه، يعني المعلقه العاديه اهي ودي اهي، يعني شويه. طبعا دي عمليه اكتر، طبعا دي لا غنى عنها، دي بنحط بيها شاي وكل حاجه، دي معموله عشان ناكل بيها رز بلبن، ناكل بيها جيلي كده، ديكور كده يعني. بس هي حجمها يعني مش صغير قوي، يعني بصوا اهو الحته دي بس الفرق، شايفين اهو، فيعتبر ان هي حجمها كويس. والناس قالوا ان هي ما بتغيرش لون، طبعا لسه ما شفتش الموضوع ده، لسه ما جربتهوش. تاني اوردر وهي الطاقيه الحلوه دي، الطاقيه دي بقى عجباني قوي، كنت عايزه اشتريها من زمان اهي. الماتيريال بتاعتها كويسه، سعرها حلو، دي من جوه الطاقيه دي اهي، شكلها حلو. انا جبت لون اسود عشان يليق على كل حاجه. تعالى بقى نلبسها كده نشوف هي بتتلبس ازاي. تتلبس كده اهي كده، طب انا عايزه تتظبط، هتلبس كده ولا انا كده مش باينه يا جماعه؟ انا كده مش باينه، انا كده بتلبس كده ولا كده؟ مش عارفه اعمل ايه والله، مش عارفه. استنى مش عارفه هتلبس كده ولا ايه؟ لا انا حاسه ان هي عدت لها كده اهي اهي، الحمد لله. طب خليني لابسها بقى عشان تعبت في لبسها. طبعا هي الكحكه عايزه تنزل شويه علشان الكحكه مصداها، عشان دول ينزلوا كده اهو، يعني تبقى يعني كده. خليني لابسها مش هقلعها. بعد كده جبت الشميز ده، تعالى بقى نشوف الشميز ده، عجبني علشان حسيت ان هو ارتستيك قوي، وانا بحب الحاجات المتداخله عشان فني بيضغط عليا، يعني اقول ايه بس. بصوا بقى، يعني بصوا هي قماشتها حلوه قوي، قماشتها جامده. انا ما بحبش القماش اللي هو، ما بحبش القماش اللي هو طري، انا بحب القماش الجامد، بحب لون التركواز، باين على لبس ان انا بحب اللون الازرق. تعال بقى نفتح عشان نشوف ما تحتهاش. واو حلوه قوي، تعال كده نقيسها مع بعض. بص هي حلوه قوي، ده اكبر مقاس منها، يعني انا جايبه مقاس 12
اهو مقاسي 12. تعال بقى نشوفها في الحقيقة عاملة ازاي. هي مشيتها حلو بس مش عارفة بقى لما تتغسل هيحصل ايه، بس هحاول اغسلها على ايدي. تعال بقى كده نقيسها مع بعض. حاسه ان انا رايحه اصطاد في راس البر باللبس اللي انا لابسه ده بالظبط، كاني بالظبط صياده يعني، ناقص لي الشبكه والموضوع ينتهي على كده. طيب بصوا، هي مريحه قوي في اللبس وكمامها زي ما انا عايزه تكون طويله كده، ومن تحت اهي اهي. بس طبعا هي انا هلبسها على ايه بقى؟ هلبسها على، مش عايزه بنطلون البيجامه يظهر، عشان لو بنطلون البيجامه ظهر هتبقى فضيحه بجلاجل. بصوا بقى يا جماعه، دي عايزه بادي اسود هيكون كده يتلبس تحتيه على بنطلون اسود كده بس، وطايدي طبعا مش هتبقى موجود اهي اهي. صدق اقسم بالله كانت مدفياني، هتنفعني في الشتاء. بس كده هي، بس هو القميص عاجبني وحلو قوي. اللي بعده كان في نقطه عايزه اوضحها في الفيديو اللي فات، اللي هو فيديو كان اسمه اشتريات الاردن النحس اعتقد. كنت مستلمه طرحه كان فيها ناتشه، المهم ان انا كتبت للجروب اللي انا بشتري منه بتعامل معاه على طول، قلت لهم يعني ان خلوا بالكم كده. هي الكيس اول مره اتفتح كان الفتح في ايدي، حتى كان في الفيديو باين ان انا الكيس كان مقفول وانا اللي فتحته، والغلطه كانت من شيء ان. المهم بعدها بشهر لقيت البنت بتتصل بيا وتقول لي استلم الاوردر. ببص لقيتها فعلا بعتت لي الطرحه مع الاوردر الجديد من غير ما انا اعرف. هي كانت قايله لي، بس انا ايه قلت لها خلاص لا بجد انت مالكيش ذنب، انا بس بقول لك علشان يعني بقول لك عادي وكده. حالتها فعلا بعت لي الطرحه اهي، وهي بقى فتحاها عشان تتاكد ان هي سليمه ولا مش سليمه. وبصراحه انا فرحت قوي، فرحت قوي بجد، عشان انا بحب الطرحه دي قوي، كان نفسي فيها اللي هي الطرح الكلاسيك دي. الحمد لله من غير قطعه خالص، والفلوس الحلال مع اولاد الحلال ما بتروحش خالص بجد. فيديو راجل البصل، الراجل برضو اللي بيبيع بصل، ربنا معاه معانا. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص، واريكم مشترياتي من شي ان، يا رب تكون عجبتكم، وتابعوني الفيديوهات الجايه، وما تنسوش اللايك والاشتراك. هنلحق بسرعه عشان الراجل جاي علينا، بتاع البصل وصوته هيبقى عالي. تابعوني الفيديوهات الجايه، يلا باي باي.